يا جماعه والله العظيم احنا تحت القصف، اديكم انتوا سامعين سامعين الدبابات وسامعين المدفعيات بالطريقه دي، احنا يوميا في الكلام ده. المصريين في السودان حالتهم صعبه جدا، لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه تقدر تخليهم يتحملوا الوضع اللي هم فيه. صوت الرصاص والصواريخ حواليهم في كل مكان، وده اللي بيحكيه طالب مصري في السودان نشر فيديو طالب فيه كل المصريين يشوفوه. ايه اللي بيحصل مع المصريين في السودان وازاي نقدر نساعدهم؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الوضع في السودان سيء جدا، الجيش هناك انقسم نصين وكل فريق فيهم واخد التاني عدو وعمال يضرب فيه. وسط كل الكلام ده احنا لينا كمصريين هناك 15,000 واحد، منهم 5,000 بيدرسوا، منهم الطالب اللي انتم شايفينه في الفيديو ده. الطالب ده والكلام اللي على عهدته، فالسودان دلوقتي قايمة حريقة مفيش فيها اي وسيلة للحياة، وخصوصا للمصريين اللي هناك مش لاقيين حتى بق المية يشربوه. لا في مية ولا في كهرباء ولا في شحن ولا في رصيد ولا في اكل ومية نشرب. ومش المية بس، ده حتى الاكل بجميع انواعه مفيش تماما، حتى رغيف العيش مش لاقيينه. الشباب المصري دلوقتي هناك بيفطروا باقي ايام رمضان على مية، ومش مية جديدة، لا دي اللي كانت في تلاجتهم قبل الضرب ما يحصل، ومفيش اي مية جديدة عارفين يجيبوها، لا في سوبر ماركت فاتح ولا مية داخلية شغالة ولا اي حاجة خالص. الضرب بيبقى عشوائي بطريقة ان انت ما تعرفش الطلقة جاية منين، المهم ان في طلقة دخلت عندك. الاخطر من كده بقى واللي يزعل خالص ويقلق، ان الطالب المصري اللي انتم شايفينه في الفيديو ده بيحكي ويقول ان كل المصريين اللي هناك في السودان حاليا عايشين في كرب شديد جدا، الصواريخ وصوت الرصاص حواليهم في كل مكان. ده حتى هو صحي الصبح امبارح لقى رصاصه داخله في جدار البيت اللي هو قاعد فيه، وبيقول ان ليه صاحبه قاعد قريب من مطار السودان. صاحبه ده بيقول ان الطيارات رايحه جايه تطلع صواريخ على اللي يقابلها، لدرجه ان في صاروخ وقع جنبه وستر ربنا ما جاش في السكن اللي هو فيه. بس هم مش عارفين الوضع هيستمر على كده لحد امتى، وهم يعيشوا ازاي اصلا باقي ايامهم دي وهم من غير ميه واكل. اقصى طموحنا ان انا اشحن التليفون بتاعي وان انا الاقي ميه عندي في الثلاجه اشربها. بس ولستر ربنا المصري اللي نشر الفيديو ده اكيد اكيد السلطات المصريه هتشوف الفيديو بتاعه، واكيد هتوصل له وتعرف مكانه فين وتبعت له ميه واكل يكفيه ويكفي بقى المصريين اللي هناك لحد ما الامور تتحسن بالسلامه في السودان الشقيق. ويا رب تتحسن بسرعه وترجع السودان البلد الى اهلها طيبين لحالهم القديم والسكون والهدوء. ادعوا معانا ربنا يحفظ السودان واهلها. المره دي بيطلع لنا بدبابات وطيران، بشوف الصواريخ بعيني، يعني الضرب شغال بره على الطريقه اللي انت سامعينها دي. انا ما بنامش. اما بقى بالنسبه لاولادنا المصريين في السودان، فباذن الله تعالى اللي عايز منهم يرجع الفتره دي يتواصل مع صفحه وزاره الهجره المصريه، وهي باذن الله تشوف وسيله يرجعوا بيها على طول، ده لو حابب يرجع يعني. اما اللي صابر ومكمل في السودان فمصر برضه هتحاول زي ما قلنا انها تدبر له اكل وشرب لحد الوضع ما يتحسن تاني في السودان.